الزميلي. اهلا بيك دكتور. اهلا دكتور ايمن. حقيقي طبعا على السياحه العلاجيه وحقيقي على التقدم التكنولوجي الكبير الموجود. الحقيقه انا متشكر جدا ومتشكر جدا لكل مريض انت افدته. وعلى فكره انا بيصلني كثير من المرضى اللي بيحبوك قوي وبيدعوا لك كتير جدا. والله وحضرتك. وانت كنت سبب في ان هم ربنا يهديهم الى يعني طرق الشفاء. وعلى فكره كل مريض بنعمل له عمليه ناجحه جزء منه كبير في ميزان حسناتك. ده اللي ربنا يكافئك عليه. ده اللي اشكرك حقيقي. يعني هي طبعا علاقه جميله جدا. سنوات طويله. سنوات طويله من العمل, من العمل الدوم الحقيقه. وبحيي فيك افكارك الجديده وابداعك المتواصل. واعذرني ان انا ما بجيش كتير. انت موجود على طول. احنا بس يعني احنا عندنا ما شاء الله مكتبه كبيره جدا. لكل التاريخ الطويل والعمل المستمر. مكتبه اسبوعيه بنطرح فيها افكار في دكتور وفي الناس الحلوه ما شاء الله. يعني والجراحه الملحيه اول من تحدث فيها في الوطن العربي كان حضرتك. وعلى فكره يعني انا ابشرك يعني افرحك بحاجه انه فكره الملاحه دخلت في الاسنان. بقينا دلوقتي نتكلم في فكره النافيجيشن في الاسنان وفي كل حاجه. يعني صحيح. مش بس يعني بقت في المخ والاعصاب في العيون كل حاجه. الحقيقه هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والاعصاب من مئات السنين. يعني الجراحه الملاحيه دي بدات بما يسمى بالجراحه المجسمه. بدأها عالم جراحة مخ وأعصاب مع مهندس. وكان الهدف منها تسهيل عمليات الشلل الرعاش قبل اختراع أدوية الشلل الرعاش الناجحة اللي هي الإل دوبا ومشتقاتها. وتطورت مع تطور الكمبيوتر أصبحت جراحة ملاحية على غرار الملاحة اللي بيعملها الملاح سواء في البحر أو في أغوار السماء أثناء قيادات الطائرات. واستخدام التقنيات الحديثة اللي هي الأشعة داخل غرف العمليات، استخدام استحساسات العصب، قياسات درجات وتوصيل العصب داخل العملية الجراحية، كل دي أبعاد أخرى أضيفت إلى العملية الجراحية. فأصبحنا النهاردة بنعمل العملية الجراحية بشيء في منتهى الدقة. والأهم من ذلك أن الجراحة الملاحية بتتيح لنا خطة مسبقة لكل عملية تتناسب تماما مع حالة المريض ومع المرض بتاعه. حتى لما باجي أعمل عملية ورم في المخ ببقى عندي الأبعاد بتاعة الورم والسيناريو المتوقع من الوقت للعملية الجراحية. وده بيفيد كتير جدا في تنظيم جرعات الأدوية المستخدمة في التخدير والإفاقة ورعاية المريض بعد العملية. هقف بقى عند تفهيم البسطاء والناس العادية لمعنى مفهوم الجراحة الملاحية ونرفع المستوى شوية ونقول إيه آخر إصدارات الجراحة الملاحية في جراحات العمود الفقري تحديدا. هي الجراحة الملاحية بالضبط هي طريقة بناخد بيها كل المعطيات بتاعة المريض نحطها على الكمبيوتر. وفي أثناء العملية الجراحية في قياس دقيق لكل خطوة بنخش فيها العملية الجراحية. بتدخل أي حاجة داخل جسم الإنسان بتبقى متصورة والصورة دي بتظهر على الأشعة بتاعة المريض عشان تدينا الخريطة التطبيقية لخطوات العملية الجراحية. بمعنى أنا برسم سيناريو هعمل عملية بالمنظار. أنا معايا الجراحة الملاحية بتقول المنظار ده داخل فين على بعد قد إيه. أنا اخترقت الجلد دخلت إلى طبقة أخرى. أنا داخل على العظم بتاع الفقرات. في مداخل طبيعية ما بين الفقرات وبعضها هدخل من خلالها أستطيع أن أنا أستأصل الغضروف. يمكن لو معنا بعض الفيديوهات الإرشادية هتبلنا هنقدر من خلالها نشوف الكلام ده بشكل أكثر دقة. في عملاقين بدأوا مع بعض أو يعني بدأ نجمهم يبزغ في عالم المخ والأعصاب جراحات الملاح أو الجراحات الملاحية وجراحات محدودة التدخل. فعايزين نبص برضو يعني احنا يبقى الحوار دايما ماشي متوازن ما بين الاثنين. يعني إيه كلمة محدودة التدخل؟ اللي اخترع جراحات محدودة التدخل هم علماء الجراحة الملاحية. أبرع ناس تعمل عمليات محدودة التدخل هم الأساتذة المتخصصين في الجراحة الملاحية. أنا مش بقول كده عشان أنا راجل أول من تخصصت في الجراحة الملاحية في الشرق الأوسط. لا أنا بقول كده عشان ده العلم الحقيقي. اختراع إن احنا ندخل نعمل العملية من ثقب صغير في الجمجمة أو من فتحة صغيرة في الظهر ما ساعدناش في ده ان احنا نعمله ونطبقه صح
إلا الجراحة الملاحية، وبالتالي هي الفرع الأساس الذي انبثقت عنه كل هذه التدخلات الجراحية. يكفي أن أول عملية أجريت بالريبوت كانت عملية بالجراحة الملاحية في المخ. العمليات اللي بتتعمل اللي هي التيلي سيرجري أو العمليات الجراحات عن بعد كلها تطبيقات من تطبيقات الجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية بتعمل عمليات المخ الوظيفية اللي هي للشلل الرعاش وإصابات الحركية و وبتعمل عمليات استئصال الأورام، وبنعمل بيها عمليات النزيف والتمدد الشرياني، وبدأنا نطبقها في مجال جراحات العمود الفقري. وأنا الحمد لله رب العالمين كنت من أول الناس اللي استخدمت التطبيق ده في جراحات العمود الفقري. بتفيدنا كتير جدا في المناطق شديدة الحساسية في العمود الفقري، زي تثبيت الفقرات العنقية أو تثبيت الفقرة العنقية الأولى أو كسور الفقرات العنقية الأولى والثانية. مين المريض؟ لأنه احنا لازم نختار مريض معين يصلح له إجراء جراحة ملاحية، وأيضا مريض يصلح له جراحة ملاحية بنظام جراحات محدودة التدخل. الحقيقة هو كل الجراحات يجب أن تطبق فيها الجراحة الملاحية، لأن ده بعد ثالث ورابع بيضيف دقة إلى العملية وبيدينا رؤى واسعة جدا في أثناء العملية الجراحية. فهو مبدأ وطريقة، زي لما أنا بستخدم كده عندي التكييف ولا استخدم مروحة، هو أنا هستخدم التكييف، ممكن استخدمه سخن وبارد، ممكن استخدم التكييف للتهوية وتجديد الهواء في غرف زي غرف العمليات. دي طريقة إجراء عملية بالمنظار لاستئصال غضروف برضو، وأنا بطبق فيها الجراحة الملاحية. فالجراحة الملاحية هي شاشة مراقبة بتضيف لي بعد آخر، فأنا أقدر أطبقها حتى في الجراحات العادية. أفيد تطبيق لها طبعا في الجراحات محدودة التدخل، في الجراحات بالمنظار، في الجراحات الميكروسكوبية. هي بتديني أن أنا أقدر أقيس دقة اللي أنا بعمله خطوة بخطوة، وبالتالي غير مسموح بأن أنا أخرج من العملية دي وعملت خطوة محتاج أن أنا أعملها بعد 3 سنين للمريض. لا، ده أنا العملية بتاعتي عملت العملية، شلت الغضروف، بعد ما شلت الغضروف بصور بالأشعة وطبق ده وقارنه بأشعة المريض، أجد هناك فروق في حركة الفقرات، أعرف أن المريض ده عنده عدم اتزان ما بين الفقرات، هيظهر لي بعد 1 أو 2 من العملية بتاعتي، فأقوم عامل تثبيت في أثناء العملية. ودي حاجة جميلة جدا. كان عندنا تايتل كبير جدا في جراحات العمود الفقري اسمه فيلد باك أو جراحات الظهر الفاشلة. التايتل ده بعد استحداث الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الجراحة الملاحية، تطبيقات الأشعة داخل غرف العمليات اللي هي كلها مبدأ النافيجيشنال سيرجري أو الجراحات الملاحية، تقلص هذا المفهوم إلى أرقام ما تحت 1/10. ليه؟ لأن أنت خدت الأبعاد الأخرى اللي ممكن كنت محتاج إنك تعمل العملية والمريض ده يمشي شوية ويتحرك ويعمل مجهود علشان تظهر لك الداتا دي. هنا مثلا احنا استأصلنا الغضروف وظهر لنا إن الغضروف ده بعد ما استأصلناه المريض، الفقرات قبل ما نستأصل الغضروف كانت إلى حد كبير جدا ثابتة، لما شلنا الغضروف اللي ما بين الفقرات زاد ده من ضعف الفقرات، فأصبحت الفقرات دي متحركة، فأنا محتاج أحط حاجة أو أعمل شيء أثبت بيه الفقرات. يبقى أنا استخدمت المنظار، عملت بيه العملية، شلت بيه الغضروف من غير ما أعمل أي تغيير في التركيب اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. لأ، والجراحة الملاحية والجراحة ووجود الأشعة داخل غرفة العمليات إداني بعد آخر كان هيبان لي لما المريض ده يمشي ويتحرك ويعمل مجهود، استفدت منه في أن أنا منعت أن ده يحصل. كالعادة نورتنا وأسعدتنا، وأشكرك شكرا جزيلا على كل مجهوداتك الرائعة في التثقيف ونقل الثقافة الخاصة بي. أولا يعني رسالة مهمة اللي أنت قدمتها عبر السنوات هي نقل الثقافة الخاصة بواحدة من فروع الطب اللي كانت الثقافة فيها الحقيقة بعافية قوي. كانت الثقافة بتدعو للناس أنها تروح تعمل العبو عصاية وتعمل خزامة في الأودان وتعمل كي ولغاية دلوقتي على فكرة موجودة في بعض الحتت، لكن احنا بنحاول نتوغل. يعني كل ما اشوف، انا ما رحت في الاقصر في رحله، يعني في سفريه كانت جميله جدا، فرحت جدا ان اهل الاقصر المكان ده عظيم، يعني مكان الصعيد عظيم جدا، بيتفرجوا
وعندهم فرجة بإتقان وبنهم، فده فرحني جدا. فده لما نوصل هناك ونوصل للكفور والنجوع والقرى ويتفرجوا علينا ويبدأوا يتثقفوا، الناس دي ممكن جدا يكون ناس ما تعرفش تقرا وتكتب فيهم، بس عندهم قدرة الثقافة، عندهم جين الثقافة، يقدروا يستوعبوا الكلام ويميزوا، يقول لك لا، والناس بدأت تفهم، لا ده لا هنعمل كريم للي عنده انزلاق وظروفي، ما احنا شفنا يعني الفترات اللي فاتت، والله كنت يمكن وانت غايب ساعات وانا بقلب في القنوات اللي هي تحت السلم الاقي واحد يقول لك عنده انزلاق وظروف اعمل له كريم لظهره، كريم ايه اللي هيعالج انزلاق وظروف؟ يعني حاجه ما تخطرش في بال حد. هو دائما العلم بينير الطريق. طبعا دائما كل من اتبع النور بيصل. نورتنا واسعدتنا. ضيف العزيز الاستاذ دكتور يسري حميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره والمدير لمستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه، واحد من رموز جراحات المخ والاعصاب في مصر والوطن العربي، كان في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو.